اختتمت فعاليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحصد فيلم سولا للمخرج صلاح إسعاد على جائزة أحسن فيلم بالمسابقة، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم عمود رئيسي من إخراج ماتيو توروتوني، وكرم المهرجان فنان الكاريكاتير عمرو فهمي لتميزه في تصميم بوستر مهرجان الإسكندرية. مهرجان اسكندريه السنه دي الحمد لله الدوره يعني عدت ايامها بسرعه، كان فيها زخم وكان فيها نشاط كبير وكان فيها افلام كتير مهمه. كان عرضنا 41 فيلم عرض عالمي اول، عرضنا 90 فيلم بشكل مجمل من 29 دوله، وده عدد كبير من الدول. يعني بنشارك في الدوره 38 من مهرجان السينمائي الاسكندراني بمنحه للشباب تقدر ب 100,000 جنيه، نشجع فيها الشباب المبدع في هذا المهرجان، ونتمنى أن تزيد هذه المنحة كل سنة. وإحنا كخليجيون في حب مصر نتواجد في كل محفل ثقافي وندعم كل المحافل الثقافية.